يقول لي طب ما في كتاب تاني، قلت له خلاص انت امشي على الكتاب التاني وانا همشي على الكتاب ده، كل واحد يمشي على كتابه يا عم. وقعدت احيل فيهم 25 سنه لحد بعد 25 سنه بقوا ياخدوا مني الورد والطريقه. والله بكلمك جد، انا شافعي المذهب وانا كمان، واصلي بالناس اماما، وهناك بعض الناس طلبوا مني الا اقنط في الفجر. لا تسمع لهم، لا تسمع لهم يا ابني. ليه بقى؟ لان النبي قنت وترك، وانت اختيارك في مذهبك انك تقنط. هل النبي نهى من يقنط الا يقنط؟ وهل النبي امر من لا يقنط ان يقنط؟ يبقى اذا وجدت انسان لا يقنط وامرته بالقنوط يبقى انت بتامر بغير السنه، واذا اريت لقيت انسان يقنط بالناس وامرته بترك القنوط يبقى انت بتامر بغير السنه. فالنبي قنت وترك، دل على ان هذا جائز وهذا جائز، والمذاهب اختلفوا في ايهما افضل، اقنط ولا اترك. ايه القنوط؟ يعني الدعاء، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، ادي اسم القنوط في الصحيح. كويس، هم مش عايزين يقول كده. طب ليه يا ابني؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لو رآك تقنط في الصلاة وربنا كشف لك عن وجوده معك هل حينهك؟ وهو قد فعل ذلك. فهمت؟ ثبت في السنة أن النبي آخر عهده إلى أن توفاه الله كان يقنط في الصبح، فأخذ الشافعية بما كان عليه النبي في آخر زمانه. النبي قبل آخر زمانه، قبل الشهر قبل ما يتوفى، كان أحيانا يقنط وأحيانا يترك. ثبت قبل وفاته على حالة واحدة، كان يقنط في كل صبح. فالشافعية خدوا هذه وقالوا أن النبي لم يمت إلا وهو في أكمل حال، يبقى أكمل صورة أن تقنط. ده رأي الشافعية، اقتنعت بيه اقتنعت، ما اقتنعتش ما يضرش، لكن إياك أن تنهي شافعي أن يترك القنوط، لأن بفعلك هذا بدعة، لأنك بتأمر بتنهى عما لم ينهى عنه النبي، وبتنهى عن شيء فعله النبي، يبقى أنت كلامك هو اللي بدعة، وبالتالي أنت تقنط وتسكت ما تسمعش كلام حد. قول لهم بيني وبينكم دار الإفتة، هات لي إفتة مختومة من دار الإفتة، اترك القنوط في الصبح وأنا الصبح أقنط. هترك زي لما جيت هنا أول مرة مسكننا في المقطم سنة 2003 في رجب، وفتحنا المسجد ده، قلت للسيد اللي كان بيأذن، قول يا ابني أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان، لأن إحنا مذهبنا يستحب التسييد عند لفظ إيه محمد في الأذان والإقامة والصلاة، مذهبنا كده الشافعي. فسيد بيقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، بصينا لقينا جايين ناس من كل حتة بيجروا عايزين يلحقوا المسجد اللي فيه حريقة ده. إيه ده أنتوا بتقولوا إيه ده؟ كل المسجد بتقولش كده، وكل صلاة ألاقي لي ثلاثة أربعة واقفين على الباب وأنا داخل أصلي متربصين بي. قلت لهم يا جماعة بهدوء، إحنا بنقول كده وحنسأل دار الإفتاء، دار الإفتاء لو قلت لنا ما تقولوش مش هنقول، لو قالت لنا يجوز يبقى احنا بتوع يجوز، لو قالت لنا يستحب يبقى احنا بتوع يستحب، لو قالت لنا ممنوع يبقى احنا بتوع ممنوع. احنا النظام اطيعوا اولي الامر منكم، اولي الامر منا مين؟ دار الإفتاء، علشان اخرج من الجدل. قلت لهم لان مذهب الشافعية استحباب لفظ السياق. الدليل يا عم؟ الدليل ايه؟ احنا مش بنروح دليل الوقت، احنا نحكم دار الإفتاء المصرية. كويس، فروحنا بعتنا جواب لدار الإفتاء المصرية برجاء اعطائنا فتوى مختومة مكتوبة، هل يجوز إضافة لفظ السيادة عند الأذان والإقامة وفي الصلاة لما تصلي على النبي في التشهد أم لا؟ دار الإفتاء بعتت لنا بعد أسبوع أو 10 أيام فتوى مكتوبة في 5 صفحات مختومة باستحباب ذلك. فاللي احنا عملناه إيه؟ علقناها وبروزناها وحطيناها في المسجد اللي فوق، كل ما يجي الجري ده اقول له اقرا يا عم اقرا، ونصلي ما نجادلش، لحد ما ايه الامور هدأت والناس سمعت وتعلموا وخلاص. لكن مش كل واحد يا ابني يلعب معاك حاجه تقوم تسمع كلامه وتبقى شخشيخ، طالما انت بتقول الصح استمر على الصح. يجي لك واحد يقول ما تقنطش، لا انا حقنط، هات لي دار الافت، بيني وبينك دار الافت، انا حقنط لحد ما تجيب لي دليل دار الافت خلاص، وما تصليش عندنا هنا، المساجد كتير، خليك ذكر. فهمت؟ قول له المساجد كتير يا ابني، وانا لزمتك تيجي من بيتك تصلي هنا،
ولا انت ربنا جعلك رقيب عليا انا حقنط واشخط فيه كده بالطريقه اليسريه الجراحيه. بكلمك جد، لانك انت لو ما عملتش معاه كده هيركبك، وهيركبك يعني ايه؟ يعني هيسيطر على عقلك. تيجي تختم الصلاه، لا ما تختمش الصلاه، تيجي تلتفت كده وزي ليه التفت من اليمين، ليه التفت من الشمال، ليه معاك سبحه، طب السبحه دي ليه، وليه خشب كوك، وليه مش عارف ايه، وليه 100، وليه مش 33، ولو جبتها 33 و100 يقول لك ليه سبحه اصلا. هيخيلك يا ابني الباتروس، ده انسان الباتروس. يعني ايه؟ يعني زي الطائر الالباتروس اللي يحيط بيك من كل جهه بحيث يجعلك طول النهار بتحاول تتجنب الاحتكاك بيه. كل مجهودك ازاي اتجنبه وازاي ما احتكش بيه، يشغلك بنفسه وبارائه عن مولاك وعن عبادتك. فانت تبعد عن الالباتروس ده واشخط فيه، قول له المساجد كتيره يا ابني، انا ما الزمتكش تيجي تصلي عندنا، المساجد كتيره، روح صلي في اي مسجد، وروح دار الافتاء الحمد لله هناك وبيقابلوا الناس واسالوا احنا بنعمل كذا، عندنا مسجد بدعه يا مولانا بيعمل كذا وكذا، هيقول لك اه ده فعلا بدعه، خليه يكتبها لك مكتوبه ومختومه وتعالى لي، وانا اول من ينفذ، انا اول من ينفذ. فهمت الطريقه؟ طريقه التعامل معهم لازم تبقى كده يا ابني. انا سكنت 25 سنه في المنيل، وكنت اصلي بالناس واقنط، ويقولي يقولوا لي ما تقنطش واقنط، والناس يقول لي لا اقنط ودعائك حلو يا بيه، والتاني يقول لي لا يا مولانا ما فيش داعي لاني ما وردتش، انا ماليش دعوه كاني ما بسمعش، ادخل اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من، ولسه كان واقف معايا نص ساعه امبارح بعد العشاء، واخد بالك ازاي؟ اللهم اهدنا في من هديت، واخلص الصلاه وبعدين يجي يقابلني تاني، اروح جايب له كتاب للشافعيه، الامام النووي ينص في المذهب انه مش، واخد بالك؟ يقول لي طب ما في كتاب تاني، قلت له خلاص انت مشي على الكتاب التاني وانا همشي على الكتاب ده، كل واحد يمشي على كتابه يا عم. وقعدت حيل فيهم 25 سنه، لحد بعد 25 سنه بقوا ياخدوا مني الورد والطريقه. والله بكلمك جد، انت ما تمشي، انت تعمل الصح وما تقعدش تتلاعب مع الناس. لا خف بينا الصلاه، لو قريت بيهم ربع لا انت طولت، طب قرينا ربع على ركعتين لا برضو انت طولت، طب قرينا بيهم نص ربع على ركعتين لا انت خففت، مش هنخلص. فبقيت اقرا بيهم ربع في الركعه، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه المساجد كتير، خلاص كده انتهينا. تمشي نفسك بطريقه الناس تعرفها، خلاص الناس عرفت خلاص، انت خلاص انت ما بتلزمش حد يجي يصلي وراك يا ابني، المساجد مفتوحه، احنا مش عايشين في الصحراء. امتى تلتزم باراء الناس؟ لو انت مسجدك الوحيد في القريه فالناس كلها ملزمة تيجي تصلي خلفك، فساعتها يبقى الضعيف سيد القوم. لكن لو فضلت وراهم انت بتطول يا شيخ، بتطول يا شيخ، لحد ما تقول لهم والضحى والليل اذا سجى، الله اكبر، يقول لك انت كده قريت ثلاث ايات كتير قوي علينا يا مولانا، بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى كده تقول قوي مولانا، حاضر يعني عايزين نقرا ايه واحده، حاضر، مدهمتان، الله اكبر يا عم، مدهمتان في ركعه واحده، خليها مدهمه في ركعه ومدهمتان في ركعه، يعني هيلعبوا بيك الكوره، فاهم؟ هيلعبوا بيك الكوره فعلا. لا خليك كده اهو، وانا طول عمري مع الناس كده اهو، اعمل الصح ماليش دعوه، اللي يصلي ورايا يصلي واللي يروح يروح، وانا ماليش دعوه، انا بعمل الصح وبيني وبينه رسول الله، واللي يجي يناقشني اقول له روح دار الافتاء هات لي ورقه ان انا اللي بعمله ده غلط، فاهم؟ بس وخلاص، لكن ما تقعدش تناقش كتير. فانت استمر يا ابني في القنوت يا ابني، ما تتركش القنوت، ولو تركت القنوت اسجد سهو. انا مره عن الناس اللي هم اصلا بيقولوا لي ما تقنطش، مره سبحان الله ربنا نساني القنوت، فهم ما انبسطوا، فروحت انا قبل التسليم رحت ساجد سجدتين للسهو، فانكمشوا قوي. يا اخي مذهب الشافعيه ده انتي وهابي، يعني مضاد للوهابيه، بيكشف لك الوهابيه على طول في المسجد، تبسمل في الفاتحه، اول ما تبسمل الفاتحه يقول لك لا قول الحمد لله رب العالمين على طول جهرا، ما تبسملش بس جهرا، مش يقولوا كده؟ احنا اول من اول الصلاه بسم الله الرحمن الرحيم، يوم الثاني قلبه يقف من الغيظ، اللي قلبه يقف يقف، وكذاه موسى فقضى عليه، مع السلامه، ما كانش يقصد. بسيطة يا ابني. عند الشافعية كده، اللي يترك القنوت سهوا يسجد للسهو قبل التسليم سجدتين. ده مذهب الشافعية، أصل مذهبه كده. لأنه بيجعلوه من أبعاد الصلاة في صلاة الصبح. كالتشهد الأوسط في الصلاة الرباعية عنده.
ده مش كده وبس، ده ممكن تقنط وما تصليش على النبي فيه، تسجد للسهو عند الشافعي. شفت بقى ازاي الشافعي عندهم تفاصيل؟ الشافعي عندهم القنوط سنة في صلاة الصبح، ومن فاته يسجد للسهو، ومن السنة في السنة أن تصلي على النبي فيه، فإن تركت الصلاة على النبي فيه تسجد للسهو كأنك ما قنتش. شفت قد إيه مذهب الشافعية؟ الشافعية دول على فكرة علماء يعني، مش فاكر. وكأن الإمام الشافعي كان مذهبه بيعمل إيه أشعة كده بيكتشف بيها مين الوهابي اللي في المنطقة. ايوه انا لما استمريت برضو كده تلاقيهم ايه بعد كده يصلوا في الجامع التاني. طب حلو احسن بدل ما يعملوا لنا جدل في كل وقت، فهمت ازاي؟ وبعدين بعد ما عزلت من المنيل بقى بقوا يصلوا في مسجد قايتباي تاني، رجعوا تاني، لان انا كنت كابس على نفسهم، واخد بالك ازاي؟ وكابس على نفسهم بالعلم على فكره، كنت اجيب لهم ادله واجيب لهم الكتاب، وبعد العشاء اقف واجيب لهم الكتاب واقرا في الميكروفون. كنت بقى ايه شاب بقى وعندي قدره على النقاش، ولا اهدأ جراح بقى اللي يقول لي حاجه اروح موضبها له بالعلم وقابله في العشاء زي اللي استناه في الدره، واخد بالك ازاي؟ يعني هو مثلا يعترض في صلاه الظهر يلاقيني جاي له في العشاء جايب له المراجع، ومش المراجع عقده بيني وبينه، لا ده نروح جايب ميكروفون للمسجد بعد صلاة العشاء، واقف أحد المصلين هنا قال كذا وكذا وكذا وقد قلت له كذا وكذا وهذا الدليل، وأقعد أقرأ لهم، فهمت إزاي؟ لدرجة بعد كده بقوا يتركوا المسجد طالما مش عايزين يقتنعوا، وبعدوا عني وأنا بعدت عنهم، وعشنا في سلام وأمان والحمد لله. فدي طريقة التعامل مع الجهل على فكرة، إنما ما تخليش الجهل هو اللي يقودك ويبقى أميرك.